وإلى أخبار الشركات العالمية، ونبدأها من أوروبا، حيث ارتفعت مبيعات شركة ASML الهولندية لأشباه الموصلات بأكثر من 30% لتبلغ نحو 30 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 23 مليارا في 2022. وكشفت أعلى شركة تكنولوجية قيمة في أوروبا في تقرير أرباحها السنوي الأخير ارتفاع صافي الربح إلى 8 مليارات و300 مليون دولار في 2023 من 6 مليارات في 2022. وتعد ASML الشركة الوحيدة في العالم التي تصنع آلات الطباعة الحجرية التي تعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية المتقدمة، والتي تستخدمها شركات مثل TSMC وسامسونج وإنتل لتصنيع الرقائق المتطورة لشركات مثل أبل وإنفيديا.